كيف الجي بي اس اللي في السياره واللي على التليفون يشتغل، وكيف الخرائط تطلع فيه، وهل فكرتوا كيف تم اكتشاف الجي بي اس ومن وين بدا؟ تدرون ان اكتشفوا الجي بي اس بالصدفه في الحرب البارده اللي كانت من بين الولايات المتحده وروسيا، وكانوا الاثنين يتجسسون على بعض. أجهزة الجي بي اس تحدد موقعك بدقة إذا كنت في أي مكان في العالم، وبس يشتغل برا على المباني لأنها تعتمد على الأقمار الاصطناعية اللي موجودة في السماء، يعني الساتلايت ما يشوف داخل بيتك. قصة الجي بي اس مثل ما قلنا حصلت بصدفة. في سنة 1957 روسيا أطلقت أول قمر اصطناعي في العالم وسمته سبوتنيك، وكان العالم مصدوم وما يعرفون شو غرض هالقمر الاصطناعي. لكن عالمين من جونز هوبكنز في الولايات المتحدة اكتشفوا أن سبوتنيك يرسل إشارات كل كم من ثاني، واعتقدوا أن لو قدروا يكتشفون شو هالإشارات بيكون إنجاز كبير لهم. لهذا السبب بدوا يبنون الأجهزة لاستقبال هذه الإشارات، وأول ما بدوا يلتقطون الترددات عرفوا أنها تبدأ مرتفعة ولكن تنخفض بالتدريج، وعرفوا أن سبب هذه التغيرات هو تأثير دوبلر. باستخدام هالأسلوب تمكنت الولايات المتحدة من بناء أول نظام جي بي اس في العالم وسمته ترانزيت، يعني العبور. وفي عام 1964 باستخدام 5 أقمار اصطناعية تبعث إشارات مماثلة، ولأنهم يستخدمون 5 أقمار كانوا يقدرون يقيسون أشياء بدقة، مثلا تحديد المواقع، الارتفاعات، وحتى الحركة. في وقتنا الحالي نستخدم الجي بي اس بنفس الطريقة ونفس الفكرة، لكنها أسرع وأدق. ومثلا نستخدم الجي بي اس اليوم عشان نتأكد من حركة السير قبل ما نطلع، عشان نتجنب الزحمة أو نحدد مواقعنا عشان نخبر سعود نحن وين. بس كل اللي ذكرناه كان عن تحديد المواقع باستخدام الترددات، ولكن هذا ما يكفي للجي بي اس اللي نستخدم اليوم بصور وخرائط. وإذا بغينا صور للأرض لازم الأقمار الصناعية تكون مزودة بكاميرات لالتقاط هذه الصور. هذه الصورة هي أول صورة تم التقاطها للأرض بواسطة القمر الاصطناعي، حتى لو كان إنجاز كبير في ذاك الوقت، بس مثل ما تشوفون للأسف الصورة مو بواضحة. ومثل ما قال سعيد، أول صورة للأرض تم التقاطها بواسطة القمر الاصطناعي الأمريكي إكسبلورر 6، وكان هذا في عام 1959. وعلى فكرة تدرون أن أول حركة إنسانية لحماية البيئة بدأت بعد التقاط هاي الصورة باسم إيرث رايز، وهي صورة جميلة للأرض تم التقاطها في عام 1964 وسميت بثورة البيئة الخضراء. The Earth is quite beautiful from space. ومثل ما تشوفون في ذاك الوقت كان من الممكن التقاط صورة للكرة الأرضية بشكلها الكامل فقط، وكما أحرزنا تقدم كبير في التكنولوجيا وعلوم الفضاء في السنوات الخمسين الماضية صار من الممكن لكثير من الدول والشركات الانضمام إلى هذا السباق، سباق التطور. ومثل ما عرفتوا عن دبي سات واحد، اليوم بنخبركم عن دبي سات اثنين مثل اللي ورايا. في دولة الإمارات أطلقنا القمر الصناعي دبي سات اثنين، وهو قمر مزود بكاميرا لمراقبة الأرض بهدف توفير صور عالية الدقة، وهالقمر الصناعي قادر على التقاط صور متعددة للمنطقة نفسها، وتقدر بعد تستقبل الأوامر وتعالج الصور وترسلها خلال يوم واحد. والصور التي تلتقطها دبي سات اثنين لها استخدامات كثيرة وعديدة، منها خدمة المشاريع البيئية والتخطيط العمراني وتحديث البنية التحتية والبحث العلمي، حتى أن نحن نوفر تقارير متخصصة للجهات الحكومية والأكاديمية. انزين، خلونا نتكلم شوية عن القمر الصناعي نفسه. أطلقنا دبي سات اثنين سنة 2013 من قاعدة يازني الروسية على صاروخ نيبر، المهم هم المسمينه مو نحن. بس انت روح هناك واسلم، مالكش دعوه، بس انا معروف قوي. ليصير في مدار دائري متزامن مع الشمس على ارتفاع 600 كيلومتر عن سطح الارض. الكاميرا الموجوده في دبي سات اثنين هي كاميرا كهربصاريه توفر لنا الصور متعدده الاطياف الملونه، وهي صور عاليه الوضوح تصل وضوحها الى 1 متر، وسعه تخزينها تصل الى 512 صوره. ويمكن تفكرون ان 512 مش كثير، لكن كل صورة بحجم 12 كيلومتر في 12 كيلومتر لكل صورة،
يعني بحجم 120 ملعب كرة قدم. رهيب. ومن باب المقارنة تخيلوا أن هالخريطة للمنطقة تم رسمها في سنة 1609 وخذالهم سنين عشان يخلصونها، واليوم نحن بثواني نقدر ناخذ صور للأرض والصور تكون عالية الدقة. فمثل ما أنتوا شايفين نحتاج نوعين من الأقمار عشان نرسل مواقعنا، فنحن نستخدم تكنولوجيا أقمار اصطناعية لتحديد الأماكن، وأيضا أقمار مثل دبيسات 2 لتوفير صور للكرة الأرضية. يعني لو تأخر المسج اللي طرسته حق ربيعك، ترى اصبر شوية، المسج للفضاء وبعدين ينزل لك. أراءكم، أسئلتكم وتعليقاتكم نبغي نشوفها تحت. شكراً.